وهذا اليوم يوم عظيم لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذا يوم عظيم ورسالة كبيرة للإنسانية جمعاء ولكل طاغي وجبروت ولكل ظالم، إنه سوف يسقط وينتهي إلى قعر جهنم ويبقى الإمام الحسين وآل بيته الأطهار عالي عليين إلى الأبد في جنات النعيم. نطالب ايضا الحكومه المركزيه باصلاح الفاسدين، باصلاح هاي الحكومه كما مضى الامام الحسين بخروجه واستشهاده باصلاح الفاسدين وضد الفاسدين الذي استشهد بدمه. جميع مكونات والقوميات والمذاهب تزور المقام زين العابدين، تعتبر الإمام الحسين أحد الرموز الإنسانية وأحد رموز السلام. بهذا المناسبة نعزي جميع المسلمين بمناسبة الإمام الاستشهاد بإمام الحسين عليه السلام.